أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية بين يومين. نبدأ جولة اليوم بمتابعة آخر التطورات عقب إسقاط المقاتلة الروسية الثلاثاء الماضي، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يعتذر لروسيا عن إسقاط الطائرة الحربية الروسية، وأضاف أيضا أن بشار الأسد ومن يدعمه هم مصدر تمويل تنظيم الدولة. تصريح أردوغان هذا يأتي متزامنا مع فرض روسيا إجراءات عقابية اقتصادية على تركيا، ويتزامن كذلك مع بدء روسيا تشغيل منظومة الصواريخ S-400 في ريف اللاذقية. قبل أسابيع فقط كانت الكنيسة في بلاده تبارك عدوانه على الشعب السوري وتصفه بالحرب المقدسة. قبل أيام فقط كان في طهران يحمل نسخة عتيقة من القرآن الكريم يهديها إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. قبل ساعات فقط يتهم القيادة التركية بأنها تسعى وبشكل مقصود لأسلمة الدولة. كم من التناقضات يتيح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ينسجم مع سياسة وتصرفات إيران الإسلامية الشيعية، ويتيح له أن يشدد أزره بالكنيسة، ويتيح له أيضا أن يتهم بلدا يشكل فيه المسلمون 99% بأن قيادته تسعى لأسلمته. İslamlaştırma gayreti var diye bir açıklama yapılabilir mi? من غير المعقول أن يصرحوا بأن إدارة تركيا تسعى لأسلمة الدولة. هم يتهموننا بأسلمة تركيا المسلمة بنسبة 99%. فهل يحق لنا اتهام روسيا بالتنصير وهناك 30 مليون مسلم في روسيا؟ böyle bir ifade nasıl kullanılır? Ben kalkıp da Rusya için أردوغان فند أيضا اتهامات روسيا لبلاده بأنها أهم زبائن تنظيم الدولة في سوق النفط، وقال إن بشار الأسد ومن يدعمه هم مصدر تمويل التنظيم بالمال والسلاح، وبأن نظامه هو من يشتري النفط من التنظيم. وبينما رفضت تركيا طلبا روسيا بالاعتذار، أكد أردوغان على مواصلة دعم بلاده للثوار السوريين بمن فيهم التركمان، وأعاد التأكيد على سعي تركيا لإنشاء المنطقة الآمنة. رد الرئيس التركي كان بعد سلسلة اتهامات وإجراءات قامت بها روسيا وتقوم، فموسكو تشرع في تطبيق عقوبات ذات طبيعة اقتصادية بحق تركيا، على رأسها إيقاف المشاريع المشتركة بما فيها المشاريع المتعلقة بالطاقة، وقد تمتد لتصل الإجراءات لإيقاف الرحلات السياحية ومنع الطيران التركي من القدوم إلى روسيا وفرض قيود على الواردات الغذائية من تركيا. والأهم أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت تعليق جميع قنوات التعاون مع الجيش التركي. روسيا إذن ماضية في التصعيد ردا على إسقاط الطائرة، وهذا بدأ ينعكس على الأرض السورية تصعيدا في الهجمات والغارات التي طالت البلدات والقرى السورية على طول الحدود السورية التركية، بما في ذلك معبرا باب السلام وباب الهوى، وتكثيف الغارات على جبل التركمان كرد انتقامي من السكان الذي حباهم أردوغان باهتمام خاص. كل هذا التصعيد يأتي ضمن المتوقع، لكن روسيا بدأت أيضا اتخاذ خطوات استراتيجية لها مخاطر على مستوى الإقليم عموما، فصواريخ S-400 التي وعدت بوصولها وصلت إلى سوريا، وهذا ليس إجراء وقائيا يحمي من هجوم جوي وصاروخي فحسب، بل هو عرض عضلات سيؤثر على مسار عمل مقاتلات التحالف الدولي. فكيف سيكون رد فعل الولايات المتحدة؟ ولماذا تدفع روسيا بهذه الترسانة؟ هل لتقاتل التنظيم أم ليدفع السوريون ثمن ثورة قضت المضاجع ولتكون بلادهم صندوق تبادل رسائل بين دب يتخبط وإمبراطور حالم وناسك لا يهوى الحروب؟ ومن اسطنبول معنا الآن أوكتاي يلماز، كاتب ومحلل سياسي. مساء الخير أستاذ أوكتاي. روسيا تقرر فرض عقوبات ذات طابع اقتصادي على تركيا، وهي تعتقد الروس يعتقدون أن هذا سيؤثر على حكومة أردوغان. هل لدى الأتراك نفس الاعتقاد؟ نعم، موضوع الاقتصاد أو العقوبات الاقتصادية يا سيدي الكريم، في البداية الحجم التجاري والاقتصاد بين تركيا وروسيا حوالي 30 مليار دولار،
والجزء الأكبر منها يعود إلى لصالح روسيا. وفي أي أو في حالة العقوبات الاقتصادية تكون روسيا المتضرر الأكبر في الحقيقة. صحيح يعني الطرفان هذا ذو حد، طبعا تكون كلا طرفين متضرر، ولكن الضرر الأكبر طيب. يعود على روسيا نفسها. طيب. إذا لا أعتقد، صحيح سيلجأ إلى بعض إجراءات اقتصادية أو وقف بعض المشاريع أو وقف شراء بعض الأغراض التركية. طيب. ولكن لا تستطيع الاستمرار في هذا السبيل، لأن روسيا أصلا تتعرض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، ومحتاجة إلى تركيا، يعني تستورد كثير من حاجتها من تركيا، وكذلك تبيع لتركيا يعني، ولذلك وتكسب من تركيا سنويا أكثر من 20 مليار دولار، لا يستطيع الاستغناء عنها. طيب، في هذا الوقت أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قالها بوضوح بأن تركيا لن تعتذر لروسيا بشأن إسقاطها لطائرتها. هل هناك داخل تركيا من يعتقد أنه من الأفضل لأردوغان أو للحكومة التركية أن تعتذر؟ يعني كيف يمكن لتركيا أن تعتذر وهي يعني تم الاعتداء عليها؟ يعني المعتدي هو روسيا. مفهوم. وقام باعتداء على تركيا، باعتداء أجواء، بانتهاك الأجواء التركية، ولذلك كان ينبغي لروسيا أن تعتذر. طيب. بسبب هذا الخطأ، بسبب انتهاك الأجواء التركية. من الواضح يعني أنا أقصد أنا عندما سابقا عندما يعني عندما سيد اليلماز، أنا عندما قلت بأن هل هناك يعني داخل تركيا من يعني يفضل الاعتذار ولملمة الموضوع، خاصة أن هناك في تركيا يعني داخل تركيا من الأحزاب واتجاهات سياسية من يعارض وليس متفق تماما مع سياسة أردوغان وحزب العدالة والتنمية، هل مثلا تم طرح شيء مشابه لهذا الاتجاه، مسألة الاعتذار داخل تركيا، أم أن الكل متفق حتى الذين غير متفقين مثلا مع حكومة وسياسة أردوغان؟ نعم. متفقون على عدم الاعتذار مهما حدث؟ نعم، هناك طبعا بعض الانتقادات الجزئية من بعض الأطراف، خاصة من التيار الشيوعي أو تيار اليسار المتطرف، ومن بعض الكتاب، ولكن لا يعبرون بشكل عام عن ما هي وجهة نظرهم، روح التضامن. يعني هناك توافق، أستطيع أن أقول توافق، وخاصة الأحزاب السياسية مثلا من أكثر الحزب الحركة القومية أبصر وقوفه التام إلى جانب الحكومة، كذلك حزب الشعب الجمهوري كما كريشتارور انتقد بعض تصرفات الحكومة السابقة عن سياسة سوريا، ولكن حول هذا الموضوع يعني الكل ينظر، تقريبا الكل ينظر على أنها قضية وطنية وحق دفاع للوطن. لا أحد انتقد البعض الكتاب لماذا قمنا بضرب المقاتلة الروسية، لماذا أسقطناه، يعني عدد قليل من الكتاب، ولكن حول الاعتذار، حول أن تركيا محقة، حول تقريبا يعني والنظر على أنها قضية وطنية، مفهوم يعني مفهوم. الكل يتفق تقريبا. طيب، من الواضح أن هناك استعراض للقوة يعني واضح من قبل روسيا في هذا الوقت، يعني نشر السريع لمنظومة الصواريخ S-400 في ريف اللاذقية داخل سوريا. يعني نعم. بالأمس أعلنت أنها سترسل هذه المنظومة، اليوم المنظومة موجودة وركبت وجاهزة للتشغيل. هناك تصعيد واضح للقوى الروسية، هناك أيضا ضرب لتجمعات التركمان داخل سوريا. ما النظرة ككاتب ومحلل سياسي تركي، تعتقد هذا الأمر
أمر التصعيد إلى أين يمكن أن يستمر أو إلى أي مرحلة يمكن أن يصل في وقت قريب؟ نعم، يبدو أن الروس استغلوا هذه القضية، موضوع المقاتلة التي انتهكت الأجواء التركية وتم ضربها، يعني تعزيز قوتها في سوريا في الحقيقة. هذه من جهة، من جهة أخرى الرئيس الروسي يتحدث عن الصداقة، عن صداقة التركية الروسية، وأن الصديق طربهم من الظهر وما إلى ذلك. ولكن في الحقيقة يعني التصرفات الروسية لا تتناسب بالصداقة مع تركيا. يعني احتلال سوريا رغم رفض التركي القطعي، ما معناه؟ أو تمركز سلاحها على الحدود التركية في سوريا، وكذلك يعني نقل هذه الصواريخ، كلها أعمال أعدائية في الحقيقة تستهدف كما يعني من ضمن الأهداف تستهدف الدور التركي في سوريا، وكذلك تستهدف إفشال مشروع إقامة منطقة آمنة ليكون ملجأ للشعب السوري الذي يتعرض للقتل، للقصف من النظام ومن روسيا ومن إيران. يعني وهناك طبعا يعني تحالف روسي إيراني نظامي سوري، أقصد النظام. ولكن بالمقابل يعني يجب كذلك أن تتحرك، أن يتحرك حلف الناتو. الناتو طبعا أعرب تضامنها وطعمها لتركيا، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن يتحرك ويكون هناك توازن، أو على الأقل أن تضغط على روسيا لسحب هذه. يعني هناك ليس هذا يعني الصواريخ S-400 لمحاربة الطعيش لا علاقة، هذا تهديد للمنطقة وللناتو كذلك. حسنًا، أختي يلماز كاتب ومحلل سياسي من اسطنبول، شكرا لك. واعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك أن علاقة تركيا بالتركمان علاقة عضوية متداخلة، وأشار إلى أن التركمان جزء لا يتجزأ من تركيا. جليك وخلال اجتماع المجلس التنفيذي للحزب في العاصمة أنقرة أكد أن تركيا ستستمر بتقديم مساعداتها المادية والمعنوية للتركمان تحت أي ظرف كان. وتعيش مئات العائلات التركمانية التي نزحت من جبل التركمان في ريف اللاذقية هربا من قصف طائرات العدوان الروسي إلى الشريط الحدودي مع تركيا، تعيش ظروفا إنسانية صعبة نتيجة قلة المساعدات الإنسانية من خيم ومواد غذائية ووسائل تدفئة. خرج أبو أحمد من بيته في قرية دروشان إحدى قرى جبل التركمان على عجل نتيجة القصف العنيف من قبل طيران العدوان الروسي والقصف المدفعي من أماكن تمركز قوات النظام في جبل النسر وقصط المعاف وقمة 45، ووصل إلى الشريط الحدودي مع تركيا ليواجه نوعا آخر من المعاناة في مخيمات النزوح. نحن من جبل تركمان أبو أحمد، صار قصف كتير، تركنا بيتنا، تركنا كل شيء، قصف كان عنيف شديد، جينا لهون، أعطونا خيمة وأعطونا 3-4 بطانيات، أكل ما أكل، ما في إسفنج، ما في صوبة، ما في ماي، عم ندبر ماي، عنا أولاد ودنيا شتي برد. حال أبو أحمد كحال الآلاف من تركمان سوريا الذين نزحوا من قراهم نحو المناطق الحدودية والذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، حيث افترشوا الأرض تحت الأشجار دون أي واق من برد الشتاء. مدى عددا من المنظمات الدولية كالإيهاها وآفاد والهلال الأحمر التركي للتدخل السريع وتقديم المساعدات العاجلة كالخيم وبعض المواد الغذائية ووسائل التدفئة. شايفين القصف الروسي الأسد اللي عم يضرب ضياعتنا، وبسببها نحن جينا لهون، استلمت خيمة مثل ما نكون شايفين، بس في شوية نقص كمواد شو اسمه أدوات منزلية، والدنيا جاية على الشتوية مثل ما بتعرفوا، في برد هون،
والدنيا يعني بدنا نوع من التدفئة وكذا. جميع المساعدات الإنسانية لم تكن كافية بسبب النزوح الكبير من قرى كل زعطيرة، ربيعة، دروشان، الخضراء في جبل التركمان، وقدر عدد العائلات النازحة نحو 850 عائلة، والعدد مرجح للزيادة في ظل استمرار القصف والحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام بمساندة الميليشيات الشيعية وبغطاء جوي روسي منذ أكثر من شهر. مئات من عائلات قرى جبل التركمان نزحت إلى هذا المكان هربا من قصف طيران العدوان الروسي وطيران قوات النظام، ليواجهوا ظروفا إنسانية صعبة في هذه الخيام التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، الحدود السورية التركية، ريف اللاذقية. وجددت المقاتلات الروسية استهداف المناطق الحدودية مع تركيا، حيث قصفت بلدتي سرمدة والدانة وأوتستراد باب الهوى في ريف إدلب الشمالي. وأفاد مراسلنا عن استشهاد مدنيين وجرح عدد آخر، بالإضافة لتدمير عدد من الشاحنات التي تنقل البضائع والمواد الغذائية القادمة من تركيا والمتجهة نحو المناطق المحررة. ويرى مراقبون أن روسيا وعبر تعمدها استهداف المناطق الحدودية مع تركيا تحاول عرقلة جهود تركيا لإقامة المنطقة العازلة في شمال سوريا بين مدينة جرابلس بريف حلب وسواحل البحر المتوسط. كنا باركين حطينا السفرة من هناك، ما شفنا إلا صوت حربة، حد ما نشوف إلا ضربات ونهرب. رقدنا جينا طلعنا ولا رايح الشهيدين وتضرب الضربة الثالثة والحمد لله، وهربت هالعالم لورا هالأراضي هالشول. اللي صار أنه طيارتين روسيات ضربوا أول ضربة بهذا الجنب على هذا الطرف، نهزمت الناس لهون لغادك، نهزمت لغاد. اجت الثاني طيارة، طبعا الثاني هنا تنتين، الثاني ضربت هاي الضربة هون، صار وقوع شايف انت شلون صار بالناس. وعندنا هون شباب كمان اثنين استشهدوا هون، اثنين بعد ما ضربت هون كمان كفت على المحل الثاني، على المركز الثاني غاد، مركز اسماك ومركز هاي كمان ضربت فيه كازية، ردت كمان لفت الثاني لفت ورجعت ضربت صاروخ هون منفجر بين الشحنيات هذول. وهذا اللي صار، يعني نشكي امرنا لله وبس، لا بنشكي لا لتركيا ولا لا سعودية ولا لإيران، ولا بنشكي لحد، نحن بنشكي امرنا لله لواحد لأحد. تركيا ما بدها تتدخل، السعودية ما بدها تتدخل، الدول العربية ما راح تتدخل، والإسلام عم يموتوا كله فداء، فداء الوطن وفداء ديننا. لا عنا داعش ولا عنا شيء يا شيخ، هون لا روسيا بتقول انه تضرب داعش، لا عنا داعش، هون كله مدنيين وكله مدنيين عم يشتغلوا هون، هذا محل الشغل للمدنيين، يعني لا في داعش ولا في شيء، يعني لا يقولوا داعش وحاج كذب، حاج كذب، حاج كذب، ملينا. شهيدان وعشرات الجرحى نتيجة استهداف طائرات العدوان الروسي لإحدى المنشآت التي تعمل بصيانة السيارات بالقرب من مدينة سرمدة على الحدود السورية التركية، والعدد مرشح للزيادة نتيجة الإصابات الكثيرة. أورينت نيوز، أنس الريسي، الحدود السورية التركية. كما نفذت المقاتلات الروسية غارات مماثلة استهدفت أطراف مدينة معرة النعمان وصوامع الحبوب بالقرب من مخيم للنازحين في قرية الصرمان، ما تسبب باستشهاد 8 مدنيين في حصيلة أولية. وطالت غارات مماثلة الأحياء السكنية في مدينة جسر الشغور دون ورود معلومات عن حجم الأضرار. يلملم أهالي معرة النعمان جراحهم بعد يوم قاس عاشته المدينة. 5 غارات من الطيران الروسي أوقعت أكثر من 5 شهداء من أبناء المدينة وأسفرت عن دمار هائل في بنيتها، حيث طال القصف عدة أحياء مدنية منها، فاختلطت دماء أبناء المعرة بترابها تحت أنقاض المنازل وفي الشوارع، وهذا هو المشهد الاعتيادي فيها. الطيران الروسي النجوسي نفذ على معرة النعمان أكثر من 5 غارات، ارتكب منزرة هون بمعرة النعمان، كان ضحيتها حوالي 6 شهداء وعدد كبير من الإصابات. طبيعة الشهداء مدنيين لا عسكريين؟ لا، مدنيين، كلها مدنيين، كانت مرة بالطريق ونفذ عليهم. القصف تركز على منشآت وأبنية ومناطق حيوية، حيث طالت نيران العدوان الروسي المدارس والمساجد والأسواق والشوارع الرئيسية في المدينة،
وأحدثت دمارا هائلا فيها، كما طال القصف المحلات التجارية ودمر قسما كبيرا منها. قصف الجامع، قصف المدارس، قصف الشوارع. هذا شارع رئيسي، هذا في المدينة يقصف شارع رئيسي في مدينة، شارع مكتظ في السكان، مدينة مكتظة في السكان، لا فيها إرهابيين، إذ أصلا الإرهابيين في المعركة لا فيها دواعش ولا فيها إرهابيين، كلها عبارة عن مدنيين. اليوم نفذ خمس غارات وراحوا خمس شهداء وفي جرحى كثير، وشكيناها لله. إذا تركيا نزلت لهم طيارة لروسيا بيجوا بينفشوا فينا، نحن شو ذنبنا؟ والمدنيين هون ليك مدرسة، هون أطفال عم بيتعلموا، هون راحوا فيها شهداء كمان وجرحى. قصف المعرة يعري تصريحات روسيا التي تتحدث عن قصف مقرات داعش، فالمدينة خالية تماما من أي تواجد لتنظيم الدولة فضلا عن بعدها عن الجبهات. ويأتي القصف بعد يوم من إسقاط تركيا لطائرة روسية على حدودها، فهل هو الانتقام؟ عندما تتصارع الأفيال يدفع العشب الثمن، يدفع أهالي المعرة اليوم ثمن الطائرة التي أسقطتها تركيا لروسيا. جاء العدوان الروسي لينتقم من المدنيين هنا، والدماء شاهدة على بشاعة المجزرة في المدينة. محمد فيصل، أورينت نيوز، من مدينة معرة النعمان، ريف إدلب. وفي سهل الغاب بريف حماة، تعرضت قرى القاهرة والعنكاوي وقليدين لقصف عنيف برجمات الصواريخ المحملة بقنابل عنقودية، ما أدى لحدوث انفجارات كبيرة، فيما لا تزال أعداد الضحايا مجهولة بسبب انقطاع الاتصالات عن المنطقة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، برداً وسلاماً يا الله، يا الله، برداً وسلاماً يا الله، بردا وسلاما يا الله. قصف عنيف على قرية القاهرة في سهل الغاب. الله أكبر، 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 الله أكبر. وفي حلب أيضا شنت طائرات روسية غارات على مدن وبلدات الريف الشمالي، وتركز القصف على مدن وبلدات في الريف الشمالي لحلب وصولا لأطراف مدينة عزاز بالقرب من معبر باب السلام الحدودي مع تركيا، ما أدى لاستشهاد 17 مدنيا على الأقل واندلاع حرائق في مرآب الشاحنات مخصص للمواد الغذائية. في هذا الوقت قالت حركة أحرار الشام إنها استهدفت القاعدة الروسية الجوية في حميمين بريف اللاذقية بقذائف المدفعية، ورصدت كاميرا أورينت نيوز عملية الاستهداف. السلام على رسول الله. الحمد لله، القصف على مطار حميمين العسكري متواصل والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سيطلق ثوار الساحل القذائف الجديدة على مطار حميمين. طبعا القذائف تنطلق من ريف اللاذقية، من أماكن، من المناطق المحررة في ريف اللاذقية باتجاه مطار حميمين. طبعا كما تشاهدون الثوار يطلقون القذائف بمعدل كل نصف ساعة أو كل ربع ساعة قذيفة باتجاه هذا المطار، ويصعدون من قصفهم على تجمعات الجيش وشبيحته في مطار حميمين، وأيضا في تجمعات شبيحته في قمة النبي يونس وسلنفة وإذاعة سلنفة المحاذية للجبهات في جبل الأكراد. محمد الأشقر، أورينت نيوز، ريف اللاذقية. بالقرب من دمشق قصفت طائرات حربية إسرائيلية أهدافا تابعة للحرس الجمهوري في جبل قاسيون. مصادر أعلامية أفادت أن الغارات استهدفت مواقع تابعة للواء 104 حرس جمهوري تخزن فيه صواريخ روسية حديثة مضادة للدبابات كانت في طريقها إلى ميليشيا حزب الله. يذكر أن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات على مواقع تابعة للنظام للحد من عمليات نقل السلاح والذخيرة لميليشيا حزب الله. نستمر ميدانيا، فقد قتل وأصيب أكثر من 30 عنصرا للنظام في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية خلال تصدي الثوار
لمحاولة تقدمهم في المنطقة. وأكد المكتب الإعلامي للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام سيطرة مقاتلي على عدد من النقاط الاستراتيجية على محور نولا ومرج السلطان من جهة أو من جهة الدير سلمان، فضلا عن إعطاء عدة آليات للنظام واغتنام كميات من الأسلحة والذخائر. حاولت قوات النظام منذ صباح هذا اليوم التقدم على عدة محاور في جبهة المرج من أجل السيطرة على مواقع استراتيجية، لكن كتائب الثوار تمكنت من تنفيذ هجوم عكسي مكنهم من السيطرة على عدة مواقع. معنا هنا أبو عدي المتحدث العسكري باسم فيلق الرحمن للحديث أكثر عن معارك اليوم. أحكي لنا بداية عن معارك اليوم كيف كانت. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. بعد فترة وجيزة من الزمن قامت قوات النظام بالتقدم باتجاه المرج بقصف عنيف وشديد جدا للسكان والمدنيين والأهالي. فبعد اجتماع وبعد تخطيط عسكري قررنا القيام بعمل، والحمد لله من علينا رب العالمين. في مثل هذا اليوم قمنا بعمل عسكري على جبهة المرج، وقمنا بتحرير عدد من المزارع التي سيطر عليها سابقا النظام السوري، وهي مهمة جدا بالنسبة له، وقمنا بالسيطرة عليها وأبعدناه بما يقارب 500 متر عن مطار مرج السلطان. شو أهميتها هي المزارع للنظام؟ أهميتها بعد السيطرة عليها أبعدناه عن الخط الرئيسي للمطار، وقمنا بإفشال خططه العسكرية التي يفكر في إنجازها مستقبلا. طيب الخسائر للنظام اليوم قديش كانت؟ الحمد لله الخسائر كبيرة وفادحة، وقمنا باغتنام عدد كبير من الأسلحة والحمد لله رب العالمين، طبعا بمشاركة بعض ميليشيات الشيعية والروسية. قمنا بقتل عدد كبير من الجنود الأسد والميليشيات الشيعية. ما هي المحاور التي حاولت قوات النظام في الصباح الباكر الاقتحام منها؟ حاول التقدم من جبهة عدمول والمرج ودير العصافير والحتيتة، والحمد لله رب العالمين الشباب ثابتة وصابرة، وبإذن الله آخر قطرة دم بإذن الله رب العالمين. طيب هل كان هنالك طبعا لقوات النظام مشاركة من الطيران الروسي في التغطية؟ طبعا بمشاركة، وقام بقصف المدنيين، يعني بس ما يحسن على العسكريين بيقوم بقصف المدنيين بس. الله يعطيك العافية. إذا سيطرت إذا كتائب الثوار على نقاط جديدة في منطقة المرج، ربما ستمكنهم في الأيام القليلة القادمة من تنفيذ عمليات أكبر على قوات النظام. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف دمشق. وحصلت أورينت نيوز على مقاطع اشتباك حصرية من مواقع تمركز قوات النظام في حي جوبر، وذلك بعد أن تمكن الثوار من السيطرة على عدة نقاط داخل الحي وتكبيد النظام والميليشيات الإيرانية واللبنانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. صور صور شو عبي مخادن، صور يا أخي والله ما نعرف جوبر بدي حررنا أنا. الله يا شباب ابن الحسكة. بنصف ساعة يريد أن يحرر حي جوبر الدمشقي، هكذا يتحدث أحد مقاتلي النظام على خطوط الجبهة الأمامية. لكن قائد الحملة على حي جوبر الدمشقي ربما لم يخبره أن الكثير من مقاتلي النظام والميليشيات الشيعية دخلت إلى هذا الحي واضعة نصب عينيها الأهداف نفسها، ولكنها مع مرور أول ساعات من المعركة إما أصيبت أو فرت من نيران الثوار. شرطة حرس جمهورية. نعم عشان الجوي. مقاتلون من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة إضافة للقوات الخاصة مع مساندة من الميليشيات الشيعية شاركت في الهجوم الأخير على حي جوبر، كما تظهر هذه الصور التي حصلت عليها أورينت نيوز. وتظهر الصور أيضا مدى الخوف الذي خيم على جنود النظام مع مرور ساعات على بدء المعركة، فبعد أن كان هدفهم السيطرة على حي جوبر بنصف ساعة
فقط. أصبح أملهم الخروج من هذا الحي كما دخلوه قبل ساعات. كتائب الثوار المتمثلة بفيلق الرحمن تمكنت من التصدي لهجوم النظام وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد على جميع المحاور التي حاولوا الاقتحام منها. أحنا تحية للجيش العربي السوري عمي. يوم بعد آخر يثبت على حي جوبر اسم مثلث برمودا المرعب، نظرا للخسائر الكبيرة التي يتكبدها النظام في هذا الحي في ظل الفشل العسكري المتكرر له في اقتحاماته، حتى أصبح تحرير هذا الحي حلما يراود النظام كما يتحدث أحد جنوده. تحرير جوبر أيدين الشباب. معظم الجنود الذين ظهروا في هذا التقرير قتلوا جراء هجوم عكسي لفيلق الرحمن على نقاط النظام، من بينهم الجندي الذي صور هذا الفيديو. أما الجندي الذي أراد أن يحرر حي جوبر بنصف ساعة قتل بعد ساعة من بدء المعركة. يمان السيد، أورينت نيوز، حي جوبر، دمشق. الله ورجال. أكدت مصادر ميدانية مطلعة وصول نحو 50 عسكريا أمريكيا بينهم ضباط إلى مدينة كوباني قادمين من الحدود التركية، فيما يبدو أنه تطبيق لما وعدت به الولايات المتحدة في وقت سابق. من جانب آخر، نقلت صحيفة معرفة الإسرائيلية عن سياسيين روس أن موسكو تؤيد قيام دولة كردية. لطالما أعلنت الولايات المتحدة نيتها إرسال خبراء عسكريين لتدريب المقاتلين الأكراد شمالي سوريا وتنسيق عملياتهم مع قوات التحالف ضد تنظيم الدولة. مصادر ميدانية أكدت فعليا وصول نحو 50 عسكريا أمريكيا إلى كوباني قادمين من الحدود التركية. بدوره مراسلنا في كوباني أكد وصول خبراء أجانب إلى المدينة، وعند محاولته جمع تفاصيل أكثر صرح له قياديون في حزب الاتحاد الديمقراطي أن الخبر عار عن الصحة، بيد أن مصادر عديدة أكدت ذلك ورجحت أن يكون تكتم الوحدات الكردية يتعلق بعدم جاهزية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيم. قدوم الخبراء العسكريين يأتي ضمن استراتيجية أمريكية ترى في الأكراد موضعا لثقتها، إلا أن الفشل الواضح في مواجهة تنظيم الدولة دفع الأمريكيين للاستعانة بقوات إضافية. وهكذا كان ظهور ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر الوحدات الكردية العمود الفقري لها، مع خليط من العرب ذوي الولاءات المتعددة. أسئلة تطرح اليوم عما إذا كان تدريب الخبراء سيقتصر على الأكراد أم أنه سيمتد ليشمل القوات العربية أيضا. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أسهم الوحدات الكردية لدى حلفائها، تأتي الأزمة الروسية التركية لتصب في مصلحة الأكراد بناء على مقولة مصائب قوم عند قوم فوائد. فبينما يتجه التوتر بين موسكو وأنقرة نحو تصعيد أكبر في أعقاب إسقاط مقاتلة روسية ومقتل قائدها، يبدو أن الأكراد وجدوا في ذلك فرصة لاستثمار غضب موسكو التي تريد الانتقام من أنقرة بأي شكل، الأمر الذي سيدفعها وفق محللين إلى استغلال ورقة الأكراد. في هذا الصدد قالت صحيفة معارف الإسرائيلية إن سياسيين إسرائيليين وروس أكدوا دعم موسكو لقيام دولة كردية بدمج شمالي العراق وسوريا. وكانت الوحدات الكردية تلقت خلال العام الفائت شحنات سلاح من روسيا، حيث أعلن صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي آنذاك عن جاهزيته للعمل والتنسيق مع الروس. أما السؤال الآن، هل يتخلى أبناء أوجلان عن حليفهم الأمريكي الجديد ويرتمون في أحضان حليفهم التاريخي أي الدب الروسي الذي يشاركهم البحث عن المشاريع الخاصة؟